السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. لسه بنتكلم عن الشخص النرجسي، بس الفيديو ده هنتكلم عن الشخص النرجسي والحب. هل ينفع الشخص النرجسي يتحب ونحبه يبقى فيه بقى لاف ستوري وحاجات من دي ولا لا؟ قلت لكم قبل كده ان الشخص النرجسي عنده قلة تعاطف مع الآخرين، يعني موضوع المشاعر والعواطف والصعبانيات او الرومانسيات او حتى ان انت تحاولي ترضيه صعبه، فبالتالي في لغه اساسيه ما بينكم هتكون مفتقده مش موجوده. هتحاولي مهما تحاولي هي مش موجوده، مش هو مش عارف يعملها، فهتبقى في ركن من الاركان الاساسيه للعلاقه وهي العاطفه والشعور بالاخر مش موجوده. العلاقه مش هتبقى اسمها حب، على الأقل بالنسبة له هيبقى اسمه بحث، وبالنسبة لك هيبقى اسمه بذل. يعني إيه؟ يعني بالنسبة له هو دايما عايز، هيفضل يبحث عن حد يطلع فيه كل السلبيات اللي في الدنيا عشان يعرف يتغذى عليه. احنا اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت ان الشخص النرجسي بيتغذى على ضعف اللي قدامه، على قلة حيلته، على حزنه والآخره. يعني هيفضل طول الوقت يدور فيك على السلبيات اللي يقدر يمتلئ بيها، وانت هتفضلي تدوري وتبذلي اقصى ما عندك عشان ترضيه ومش هيرضى. خليني اقولك على حاجة برضو انا مش عارفة، يعني انا مكنتش عايزة اقولها لك بس انت اكيد عارفاها. هو البحث بتاعه برضو مش هيكون عن سلبياتك بس، لا ده هو اصلا طول الوقت او في الفترات اللي فاتت اللي قبل ما يعرفك فيها واللي غالبا كان عارف كتير قبليكي ومنفعش ومنجحش معاهم، هو عايز حد يعظمه ويبجله ويمجده. ففي كل العلاقات اللي فاتت هو كان بيدور على حد يعظمه ويمجده ويقلهه. لو جيتي انت في قرعته ومعرفش ياخد منك التعظيم والتمجيد ده، فهي حياتك هتبقى مش سواد، ابعد من السواد. شنو في صراع؟ هو يضغط وانت تبذلي، هو يحاول ان هو يتغذى على ضعفك وحزنك وانت تحاولي ترضيه بكل الطرق. مفيش غير حل واحد للتعامل مع الشخصيات دي. لو انت لسه ما دخلتيش معاها في علاقة، لا ما تدخليش، هو ده الحل الواحد، ما تدخليش في علاقات. طيب دخلتي واللي كان زي ما قلتلك قبل كده، إياكي تسمحي له أن هو يتغذى على حزنك، إياكي تسمحي له بصورة مباشرة أن هو يوجه لك أي إهانة، ويكون الموضوع عندك عادي خلاص ماشي مفيش مشكلة. توقفي عند حده بالتهديد، أو بالتهديد تهديدي أنك هتسيبيه مش هتكملي معاه، انك في اي وقت ممكن عادي كل اللي انت بنيتيه معايا يتهدم، مفيش اي مشكله. يعني انت ضغطني، انت تعبني، فانا مش راضيه ده. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن توقفه عند حده، لان هو ساعتها ميزانه بيختل، ما بيعرفش يحس بالامان. سيفني اقول لك ان غالبا مشاعره ما بتكونش صادقه، فمهما حلف لك نادرا منهم اللي بيحس بالمشاعر ويكون بيحبك يعني، بس ما بيقدرش يتغلب على نفسه على مرضه النفسي عليكي، فده بيكون اقوى من الحب اذا كان حتى بيكنلك اي مشاعر بسيطه. الناس اشتري نفسك، ولو ما تعالجش واقر بمرضه اخلعيه.